السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاشة التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض آخر جزء في شابتر 1 أو الفصل الأول Animal Babies أطفال الحيوانات. في المحور الثاني اللي هو The World Around Me كتاب Discover اكتشف منهج KG1. وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض، زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم. ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكفر واكتب ورايا وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين احنا الدرس اللي فات انهينا بيج 55 او صفحة 55، والنهاردة هنبدأ ان شاء الله في بيج 56 او صفحة 56، وهي بعنوان celebration. celebration يعني احتفال، celebration يعني احتفال، وهي جاية من celebrate، ودي بداية page 56 او صفحة 56، وزي ما احنا شايفين هي بعنوان celebration. celebration يعني احتفال، وهي جاية من celebration يعني احتفال، وهي جاية من كلمة celebrate. celebrate يعني يحتفل. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: draw ارسم، to show لتوضح، a holiday holiday يعني اجازة، you celebrate at home انت احتفلت فيها في البيت. فانت مطلوب منك هنا ان انت ترسم في البوكس ده او في المربع الكبير ده صورة لنفسك وانت اخدت اجازة وبتحتفل في البيت مع اسرتك مع اخواتك، وشكل الصورة دي هيكون عامل ازاي وتخيلك ليها هيكون عامل ازاي. وبكده نكون انهينا page 56، والكلمات الجديدة فيها celebration يعني احتفال، draw to show يعني ارسم لتوضح، holiday holiday يعني اجازة، celebrate يعني احتفل، at home يعني في المنزل. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 57 او صفحة 57، وهي بعنوان awards. awards يعني جوائز، awards يعني جوائز. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: decorate، decorate يعني زين، decorate يعني زين، each award يعني كل جائزة، each award يعني كل جائزة، use pictures يعني مستخدما الصور، to show لتوضح، why لماذا، the person الشخص is getting the award يعني بيحصل على الجائزة. وزي ما احنا شايفين في صورتين لجوائز او شهادات تقدير لشخصين هنا هوت في البيج 57 and page 58. هنقرأ عنوانهم ونشوف كل جائزة مخصصة لمين وهنعرف ازاي نزينها وكل شخص بياخد الجائزة دي بناء على ايه، وهنحتاج نلف الصفحة ونشوفها بالجنب علشان نشوف الجائزة قدامنا بشكل معدول. واحنا هنا عدلنا صورة الجائزة بتاعت page 57 او صفحة 57، ومكتوب عنوان الجائزة هنا the best يعني افضل، parent يعني اب او ام، وهنا هي الجائزة دي مخصصة اكتر للام. زي ما احنا عارفين ان في عيد للام، الام اللي بتتعب معانا وبتربينا وبتكلنا وبتشربنا واكتر واحدة بتحبنا، فالجائزة دي احنا هنخصصها للامهات، والجائزة دي مخصصة لكل ام. وزي ما احنا عارفين ان في عيد الام بيجي من كل سنة في شهر مارس، يوم 21 مارس. فاحنا هنا مطلوب مننا ان احنا نكتب اسم الام هنا في النيم، والتاريخ هنا تاريخ عمل الجائزة اللي انت هتعملها فيه، هتكتب هنا تاريخ عمل الجائزة وتكتب اسم ماما، وهتحط هنا بعض الصور اللي بتفكرك وبتوضح لأي حد يشوف الجائزة قد ايه ماما دي بتتعب معاك وبتخليك احسن واحد في الدنيا، ومن غيرها حياتك عمرها ما هتبقى شكلها كويس. فدي اول صورة للجائزة الاولانية الخاصة ببيج 57 او 57، وهي خاصة بالامهات. عايزين نتنقل للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 58 او صفحة 58، وهي بعنوان the best protector. protector يعني حامي، جاي من protect يعني يحمي، وهنا الجائزة دي خاصة بأفراد القوات المسلحة، بالجيش المصري بتاعنا والناس اللي بتحمينا من كل المشاكل وبتحمي البلد بتاعتنا من كل حاجة وحشة. فالمفروض ان احنا بنكرم الناس دي، وزي ما احنا عارفين ان في عيد القوات المسلحة اللي هو في 6 اكتوبر، اللي هو ذكرى الانتصار العظيم بتاعنا في يوم 6 اكتوبر، ذكرى الانتصار العظيم بتاعنا على العدو بتاعنا، والمفروض ان احنا بنكرم رجال
خلال القوات المسلحة، وبنعمل لهم هنا الجائزة دي أو شهادة التقدير دي، وهي في صفحة page 58. فإحنا هنا بنكتب اسم أحسن شخص شايفينه بيحمينا من أشخاص أو من أفراد القوات المسلحة، شايفين أفضل حامي بيحمينا من أفراد القوات المسلحة، بنكتب اسمه هنا، وبنكتب تاريخ عمل الجائزة هنا، وبنكتب تاريخ عمل الجائزة هنا، وبنرسم هنا صور على الجائزة علشان تفكرنا قد إيه الناس دي بتتعب علشاننا وبيموتوا علشان يحمونا وبيحموا بلدنا وأرضنا اللي إحنا عايشين فيها وأسرنا من كل حاجة وحشة. فهترسم هنا بعض الصور اللي تفكرك الناس دي قد إيه بتتعب، والناس دي قد إيه عظيمة، ربنا يخليهم للبلد ويخليهم لينا دايما. وبكده نكون أنهينا page 58، والكلمة الجديدة فيها طبعا protector يعني حامي، وهي جاية من protect يعني يحمي، وبست طبعا يعني أفضل. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 59 أو صفحة 59، وفيها صورة تالت جايزة أو صورة تالت شهادة تقدير. وقبل ما نشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. وزي ما احنا شايفين عنوان البيج دي The Best يعني أفضل Animal Parent، أفضل أم أو أب في الحيوانات. وهنا طبعا احنا كان لينا حيواننا المفضل ولينا وعرفنا البيرنتس بتاعت الحيوانات أو آباء وأمهات الحيوانات، الأدلت أنيمالز الحيوانات الكبيرة، والأنيمال بيبيز الأطفال الحيوانات. فهنا أنت ليك حيوان مفضل أنت شايفه، سواء كان دولفين، كان كلب، كان دوج، كان قطة، كان كات، كان تيرتل، كان سلحفة، كان اي نوع من انواع الحيوانات، وانت شايفه ان هو ده حيوانك المفضل ولي البيرنتس بتاعته. فانت هترسم هنا صور توضح وتفكرك بمين البيرنت بتاع الحيوان ده، وهتكتب اسم الحيوان ده هنا هوت في النيم، والديت هنا دي بتاع شهادة التقدير دي او الجايزة. وبكده نكون انهينا page 59 ونتنقل لاخر page في chapter 1. وخليكم معايا. ونوصل لآخر بيج في شابتر 1، وهي بيج 60 أو صفحة 60، وهي بعنوان The Best Animal Protector. وزي ما عرفنا Protector قبل كده يعني حامي، Animal يعني حيوان، The Best يعني الأفضل، أفضل حيوان بيحمينا. وهنا دي شهادة تقدير للحيوان اللي انت شايفه من الحيوانات اللي بتحميك من المخاطر ومن المشاكل كلها. وطبعا زي ما احنا عارفين افضل حيوان بيحمينا وصديقنا دايما هو الدوج او الكلب، وده صديق الانسان ومن اصدقاء الانسان زيه زي الدولفين بالظبط. فممكن يكون هو the best animal protector او افضل حيوان حامي. والمفروض هنا انت بتكتب الاسم بتاع الحيوان الخاص بيك او اللي انت شايفه ان ده the best animal protector، وبتكتب الديت او التاريخ الخاص بإصدار دارك للشهادة التقدير دي او للجائزة دي، وبتحط هنا صور بتفكرك قد ايه الحيوان ده جميل وبيحميك وان هو صديقك اللي بيحميك. وبكده نكون انهينا شابتر 1 او الفصل الاول Animal Babies اطفال الحيوانات. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.